اتليتيك بيلباو غرناطة، شفنا كيفاش الدور الاسباني الدرجة الاولى ليغا في الجولة 15 وين كانت المباراة، شفنا كيفاش الشوط الاول اللي انتهى بهدف لصفر في صالح اتليتيك بيلباو امام غرناطة عن طريق ضربة جزاء، وين راؤول غارسيا هو اللي سجل الهدف في الدقيقة 41. شفنا كيفاش التشكيلة، شفنا كيفاش التشكيلة تاع بيلباو، وين شفنا كيفاش دخلت بخطة 4-4-2-3-1. شفنا التشكيلة تاع غرناطة اللي لعبوا ب 4-3-3، يعني كانت المباراة كانت شوية، كانت نقولوا باللي غرناطة كذلك اتليتيك بيلباو فرق اللي عندهم نقولوا كيما نقولوا احنا عندهم شخصية تاعهم في البطولة الإسبانية في الدرجة الإسبانية الأولى. شفنا كيفاش كانت المباراة باقي دقيقة أنخيل راهو سيلفا هو اللي ضيع ميشا ضيع في 72 شا ضيع عبالك فين كن ما نساوش اوني سيمون الحارس تاع اتليتيك بيلباو اللي انقذ المرمى تاعو خاصه في الدقيقه 72. شنا اندريا، شنا الفاريز، يعني شنا مارتينيز، شنا بريشيش، يعني داني غارسيا، شنا لوبيز، يعني كنت ويليامز، يعني نشوف كيفاش كانت ويليامز راؤول غارسيا، شنا ليكو، شنا ايبي غوميز، يعني كانت المباراة وين كانت في بعض الأحيان كانت في صالح، نقولوا بلي كانت في صالح اتليتيك بيلباو. شفنا كيفاش 57% نسبة استحواذ اتليتيك بيلباو، غرناطة 45%، تمريرات 169 تمريرة فقط لغرناطة، 241 تمريرة فقط لأتليتيك بيلباو. شنا ريو سالبي سيلفا الحارس الذي رغم أن تلقيه هدف، لكن شنا كيفاش أنقذ المرمى تاعو، شنا كيفاش فيكتور دياز، شنا كيفاش دورتي، يعني خوسي مارتينيز، يعني خوسي، شنا كيفاش في الدفاع هذو، شنا هيري، يعني أنخيل مونتارو، يعني ماكسيم وسط ميدان هجومي، شنا كيفاش نقولوا روبرت الفارو اللي دخل في الدقيقة 66، شنا كارلوس كذلك اللي دخل في الدقيقة 57. مباراة كانت نقولوا بلي كانت حوار تكتيكي ما بين المدربين، خاصة المدربين لكل مدرب، شنا كيفاش في الشوط الثاني وين المدرب تاع اتليتيك بيلباو وين قاعد يلعب بعد تسجيل الهدف، وين دخل مباشرة في خطة في الشوط الثاني ب 4-1-4-1. شفنا كيفاش التشكيلة تاع غرناطة وين دخل بخطة 4-2-4-4-2، يعني كل مدرب دار التغييرات تاعو، كل مدرب وين حاول باش يفوز، كل مدرب وين يحاول باش يفوز بالمباراة، مدرب كان يحوس على التعادل. كانت مباراة نقولوا كانت مباراة من الصعب، خاصة اتليتيك بيلباو غرناطة لزوج فرق اللي عندهم الشخصية تاعهم في البطولة الإسبانية، يعني اتليتيك بيلباو غرناطة الدور الإسباني الدرجة الأولى الجولة 15 صحيتو.